ردة كبو كانت حاضرة بالتالي ركنية رابعة للمنتخب المغربي. نحن الأفضل ونحن الأخطر ونحن الأقرب للانتصار حتى الآن بعد مرور نصف ساعة انطلاقية للمواجهة. مبارك مصطفى يا مبارك، أمسيتك مبارك يا مبارك، وبركاتك يا مبارك. المونديال المونديال يناديكم يناديكم، يشد على ناديكم. والله لو بح الصوت، والله لو قطعت الحبال، لا صوت يعلو فوق صوت. خلي الراية عالية بالفن وبالتكتيك، دي موراك الببليك، علينا تونس غالية. شدوا الهمة واحنا وراكم يا رجال، جيبوها يا الأولاد، مازال مازال خلوا دايما في البال النجمة الرسمي للمنتخب الوطني لكرة القدم.